يعود طلبة الجامعات صباح غد الأحد إلى جامعاتهم، وبتطبق الخطة على جميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية ومختلف الدراسات العلمية ومختلف التخصصات دون استثناء. الجامعة تحتوي على 49 تخصص مختلف وعلى 16 برنامج ماجستير وعلى برنامج للدبلوم وبرنامج للدكتوراه. ومن الجدير بالذكر أن الجامعة بهذا العام أنشأت مجموعة من التخصصات الحديثة التي تتوافق وسوق العمل المحلي والعالمي، منها ما يرتبط بالذكاء الاصطناعي والتعلم عن بعد وهندسة الطاقة المتجددة، وأيضا تم إنشاء برنامجين على مستوى الماجستير وهو هندسة البيئة والأنظمة الصحية والدراسات الاستراتيجية. أعتقد أنه التعليم الوجاهي يعمل على صقل شخصية الطالب. نعم، التعليم الأونلاين لا نستطيع أن ننكر أنه كان يعني عوضا بعض الشيء عن التعليم الوجاهي، لكن في النهاية التعليم الوجاهي هو صقل شخصية الطالب، لأنه من خلال الحياة الجامعية يستطيع الطالب التعرف على كثير من المهارات غير الدراسة العلمية أو الأكاديمية. من هذا الباب نرحب بأبنائنا الطلبة كجامعة حسين بن طلال ونقول لهم أهلا وسهلا وعودة ميمونة إلى هذا الصرح الشامخ الذي يحمل اسم أغلى الرجال الحسين بن طلال. صراحة علينا كثير من التعليم الإلكتروني، من شغل في البوابات ومن أخذ للمواد أو إعطاء للمواد، لأنه في بعض المواد ما بتوصل بشكل أونلاين زي ما هو وجاهي. ففعليا إحنا مع التعليم الوجاهي ومع عودته، لأنه إحنا شايفين كل القطاعات قاعدة بتفتح. نهنئ أبنائنا الطلبة بمناسبة قبولهم في جامعة اليرموك وبتوجيهات من الأستاذ الدكتور إسلام مساد رئيس الجامعة. تم توجيه مجلس العمداء وإدارات الجامعة كاملة بخصوص بعض الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا والعودة السليمة الآمنة إلى جامعة اليرموك. تم تشكيل فرق من الجامعة من خلال مراكز التعلم الإلكتروني، من خلال عمادات شؤون الطلبة، من خلال فرق الأشرس في الجامعة، من أجل توجيه وتوعية الطلاب بخصوص إجراءات الوقاية من كورونا ويعني منع انتشارها من جديد. الآن هذا بيتطلب طبعا تعاون من كل الجهات العاملة في الجامعة، ابتداء من عطوفة الأستاذ الرئيس وهو أول واحد متطوع، والطواقم الإدارية في الجامعة كلها على استعداد كامل وفي حال الطوارئ للوقاية من هذا الحدث. الآن بالنسبة الإجراءات اللي إحنا بنتمنى على أبنائنا وطلابنا أن يتبعوها خلال لا سمح الله أو من خلال العودة لجامعة اليرموك، الآن موضوع التطعيم موضوع أساسي، والآن إحنا يعني أتحنا و اتبعنا إجراءات بخصوص بعض التطبيقات اللي بيسهل على الطلبة موضوع التطعيم، فراح يكون متاح أمام الطلاب تطبيق سند، وهذا بيساعد على الطلاب ومراقبتهم من خلال الإجراءات الوقائية اللي إحنا كجامعة مسؤولة عن وقاية أبنائنا الطلبة. الآن هذا الإجراء مرتبط ببعض المتطلبات الأساسية لطلابنا مثل ارتداد الكمامات، التباعد الجسدي، وإحنا إن شاء الله في صدد راح نكون من أولى الجامعات اللي راح نوضع على كشف الحضور والغياب بتوجيهات من الأستاذ الرئيس الدكتور إسلام مساد.